شويه هز لروائح الهبق والريحان، فقط لعمليه انتعاش وتقوية للذاكرة والتركيز قبل ما نعطيكم هالكلمتين هدول اللي هن عبارة عن عدة وصفات وكيف نستخدم هاي المواد الطبيعية اللي هنحكي عليها بالتفصيل، ولتعطي خصائص علاجية جيدة بدون مضاعفات جانبية. وحنجاوب على الأسئلة مع عرق السوس ولبان الذكر بخصوص هذه الوصفات، هل بترفع الضغط بتنزل الضغط، شو تأثيرها على السكر، لأنه هاي الشغلتين الضغط والسكر وهو اللي بقلقنا وبمنعنا إننا نعمل هاي الوصفات. فأعطيكم حلول كاملة، عدة حلول مش بس أكل وشرب، لاستغلال هاي المواد الطبيعية والشعور بشيء أفضل. ماشي الحال. إحنا من فترة وأنا بيجيني تساؤلات كثيرة عن موضوع الصوت والحبال الصوتية، نوعية الصوت، قوة الصوت، قدرة التحمل على الكلام لفترة أطول بشكل واضح وكويس. طبعا أنا بالنسبة لإلي 30 سنة حكي، كل شغلي كمحاضر ومدرس كله حكي كذا، فهذا تمارين لإلي. هلا هذه الامور، امور الصوتيه وبحه الصوت، مرتبطه في الجهاز التنفسي، مرتبطه في حركه الرئتين وقدره الرئتين على اخراج هواء بقوه اكبر. كمان هذه الامور اللي بتتعلق في البلعوم وفي الزور وفي الجهاز التنفسي مرتبطه في الجهاز الهضمي. اول شيء مرتبطه في المعده واحماض المعده، مستحيل يكون في عنا صوت كويس وصافي وإحنا عنا زيادة في حمض المعدة. وما تنسوا كمان الجهاز الهضمي يحتوي في داخله على البكتيريا الجيدة، البيو الجيد اللي موجود وساكن هالأغشية المخاطية اللي موجودة في داخل الجهاز الهضمي. مش بس الجهاز الهضمي اللي ساكن فيه البيو هذا والبكتيريا الجيدة، كمان هذا من سكان الأغشية المخاطية في الرئتين وفي القفص الصدري وسكان الجلد، كله بكتيريا جيدة وبكتيريا مش جيدة، بكتيريا نافعة، فطريات، سواء الجلد، الأغشية المخاطية داخل الرئتين والجهاز الهضمي كله مشبع في هذه البكتيريا الجيدة. وما ننساش أهم شغلة في الموضوع هي مين اللي بيتحكم في عمل الجسم ككل، الجهاز العصبي. شو الجهاز العصبي من ناحية عملية ومن ناحية تنفيذية بيسوي بالنسبة للرئتين، بالنسبة للمعدة والجهاز الهضمي، لأنه هنا والأعصاب المغذية في عضلات الحلق والحبال الصوتية. هذا الجهاز اللي مسيطر على كل هذه العمليات اللي هو الجهاز الجار سمبثاوي. في عنا الجهاز السمبثاوي اللي هو تأثيره على عملية المضغ والجهاز الهضمي بيكون ضئيل بالمقارنة مع الجار سمبثاوي. الجار سمبثاوي اللي هو خلينا نقول جهاز الاسترخاء. جهاز الاسترخاء هو اللي بيفرز اللعاب، سواء اللعاب اللي بيساعدنا على المضغ، وهو المسؤول عن إفراز هذه الغدد. جهاز الجار ودي أو الباراسمباثيتيك هو مسؤول عن إفراز الدم وتنظيف العين وإراحة العين. الجهاز الجار ودي أو الباراسمباثاوي هو المسؤول عن إفراز حمض المعدة وإفراز المرارة وحركة المعصرات والسائل اللزج هذا اللي هو ضروري في عملية الهضم من المرارة. الجهاز البراسمبثاوي أو الجار سمبثاوي كمان هو اللي بنشط حركة الأنزيمات في البنكرياس، هو اللي بنشط إفراز الإنسولين لحرك هذه المواد اللي بنأكلها. كمان الجهاز الجار سمبثاوي هو اللي قاعد بيعمل عملية تسريع من حركة الأمعاء أو حركة الكولون لهضم سريع، هو المسؤول عن كبح العصارات. الجهاز الجار سمبثاوي كله جهاز جار سمبثاوي مسؤول عن كبح المعصرات اللي موجودة داخل جدران الكولون والأمعاء. هاي المعصرات
الجهاز السمبثاوي الودي بيعملها انتفاخ لتقليل حركة الأمعاء، الجهاز الجار سمبثاوي جهاز الراحة بيعمل عملية تضيقات وسرعة في حركة الأمعاء وسرعة في الهضم وسرعة في إفراز حمض المعدة. كمان بالنسبة للجهاز التنفسي، احنا الجهاز السمبثاوي اللي هو جهاز الطاقة وجهاز الهمة وجهاز الهرب، هذا مسؤول عن توسعات في الشعب الهوائية. يعني كل ما الجهاز السمبثاوي شغال، كل ما الأوعية الدموية بتكون متوسعة في اللي هي في حوالين الحويصلات الهوائية، والحويصلات الهوائية نفسها بتكون متوسعة، وبيكون في عنا أدرينالين أكتر ونور أدرينالين، هاي المواصلات العصبية اللي بتعمل على حركة الدورة الدموية، والكورتيزول لازم يكون مرتفع والضغط لازم يكون مرتفع مع حركة السمبثاوي. إذن في هاي الحالة عمل الجهاز الهضمي كله والنطق والزور والعضلات هذه والحنجرة والجهاز التنفسي اللي هو أساسي في إخراج الكلام وحمض المعدة والهضم والبكتيريا الجيدة وصحتها، كله بيروح أكثر شيء 90% منه عمل للجهاز الجار سمبثاوي، هذا الجهاز العصبي اللي هو جهاز الراحة. ومن هون بنقول يعني إنه إذا هو جهاز الراحة معناته ما بيشتغل إلا في الراحة، معناته ما في، لأنه ما في عمليات هضم بتصير ولا إفراز لحمض المعدة ولا الغدد اللعابية، ولا بنقدر نحكي مزبوط ولا بنقدر نتنفس كويس نفس عميق إلا بوجودنا في حالة الاسترخاء، حالة الاسترخاء. يعني ما حدا بيقدر يأكل وهو ماشي، لأنه إحنا ماشيين نتطلب تفعيل الجهاز السمبثاوي، فما بقدر أكل إلا وأنا قاعد ومرتاح ومسترخي، وخصوصا الأكل. ما بقدر أشرب مي وأنا واقف وأنا ماشي، غلط، لأنه الجهاز الهضمي في عملية عدم الاسترخاء ما بيكون في دورة دموية. 25% من الدماء اللي بتكون متوجهة ومسؤولية حوالين المعدة والشرايين والأوردة، هذه في حالة تفعيل الجهاز السمبثاوي والقلق والجهد البدني والعضلات، 25% هذه بتروح للعضلات، ما بظل في عندي دماء ولا حمض معدة ولا شيء. فالأكل والشرب والتمارين التنفسية هذه بدها هدوء، بدها إن نكون في حالة استرخاء. أي واحد، مرضى التصلب اللويحي، مرضى الباركنسون، مرضى الجلطات الدماغية، اللي هم هدول أكثر الناس اللي بيعانوا من صعوبات الكلام والتحريك العضلات المسؤولة عن البلع ومشاكل الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي والإمساك، هذه من المشاكل الأساسية لهدول الناس بسبب عصبي ودماغي. فهدول هم بحاجة لهالوصفات هذه، لأنه إذا بنلاحظ إن بنكون في حالة نفسية صعبة وقلقين وقلقانين ومنرفزين، في هاي الحالة بنصير نحكي ومش مركزين في الحكي، ما في طلاقة في الحكي، بصير حكينا ما نعرف ننطق بالشكل الصحيح، لحد ما الواحد شوي يهدى ويهدي أعصابه، في هاي الحالة بصير يحكي بطريقة كويسة. طيب خلينا هلا ندخل في المواد اللي بدنا نستخدم، اللي هي فعالة أكثر شيء لكل هاي الحالات اللي حكناها، ومن بينها كمان زيادة حمض المعدة وخصوصا فترة الليل، وهاي المشاكل أكثر شيء ضيق النفس وعدم القدرة على التنفس والبلغم، زيادة إفرازات الغدد حكينا، والبلغم هذه بتزيد في الليل، وحمض المعدة بزيد في الليل، والارتجاع المريء بزيد في الليل، وانقطاع النفس بزيد في الليل. هذا كله طبعا بيرجع لعنصر السمبثاوي والجار سمبثاوي. السمبثاوي اللي هو الحركة والهمة، بصير في عنده عملية تهدئة وقلة إفرازات وتحكم ضئيل في من الساعة 8 المساء، اللي يوصل الساعة 10-11 يكون وصل لمرحلة واطية. لما السمبثاوي يوطى، في هاي الحالة شو اللي بده يوطى معه؟
بده يوطي أول شيء الأدرينالين والنور أدرينالين، وهن هدول هن المواصلات العصبية اللي بخلونا يقظين. بده ينزل الكورتيزول، وإحنا حكينا لأنه الجهاز السمبثاوي والكورتيزول يعني الجهاز العصبي بيزيد الكورتيزول اللي هي هذه الهرمونات كلها تفرز من الغدة الكظرية اللي هي غدة عصبية عصبية يعني متحكم فيها من الجهاز السمبثاوي بشكل مباشر من النخاع الشوكي، بيرسل العصب السمبثاوي بدون عقدة من النخاع الشوكي مباشرة العصب بروح للغدة الكظرية فوق الكلى عشان تفرز هذه الهرمونات الرئيسية. فعنا الكورتيزول، الأدرينالين، النور أدرينالين، عدم وجودهن هذا بيؤدي لانقباضات في الشعيبات الهوائية لأنه ما في إشي يوسع، هذا بيؤدي لزيادة في أحماض المعدة لأنه ما في عندنا كورتيزول ولا أدرينالين ولا نور أدرينالين، هذا حيؤدي وينزل الضغط، ضغط الدم لأنه الكورتيزول مع ارتفاعه لازم يرتفع ضغط الدم ولازم يرتفع الكوليسترول في الدم لأنه كمصدر للطاقة، ولازم يرتفع السكر في الدم كمصدر للطاقة. فكله مع فترة الليل بصير في هبوط، الهبوط معناته ضيق نفس، معناته شعور في الآلام اللي في المنطقة الصدرية، معناته في عملية قحة اللي هي بتكون القحة لما نصير نكح بطريقة كبيرة اللي هي حالة تحسسية ودليل انه ما في عندنا طاقة، فالجهاز العصبي بيخلينا نكح بطريقة اللي نعوض نقص الأكسجين ونفتح الشعب الهوائية، فيش عندنا كورتيزول وأدرينالين اللي يفتحها. في هاي الحالة استخدامات هذه المواد بيكون فعال أكتر شيء وانت في الفترة المسائية قبل ما نروح ننام بنستخدمها. هلا شو أفضل مواد يعني أنا ممكن أختارها؟ أفضل شيء عندنا الصمغ العربي بكل أنواعه، الصمغ العربي المقصود فيها هاي المواد اللي بتخرج من الأشجار بتكون على جذع الشجرة كحماية للأشجار من الميكروبات والأمراض، زي صمغ اللوز، صمغ المشمش، بيعتمد على نوعية الشجرة لا إن ناخد صمغ معين منها. مثلا في صمغ الهشاب، شجرة الهشاب بتعطينا صمغ يسمى الهشاب، الكندر بتعطينا صمغ يسمى لبان الذكر أو لبان الكندر أو العلكي. في عنا البسويليا في مناطق أثيوبيا والصومال بتعطينا المر أو الصمغ العربي بس في على مرار، هذا أقوى بكتير. فالصموغ كتير حسب الأشجار بس كلها تقريبا بتمتاز في خصائص جيدة جدا نستخدمها في العلاجات الطبيعية. فهذه لبان الذكر كمان بيحتوي على الكورتيزون الطبيعي يعني تحفيز كورتيزون طبيعي بسد محل هالكورتيزول الطبيعي اللي من الجسم اللي فقدناه لأنه فترة المساء وفترة الليل، هذا يعني بنشط الدورة الدموية، حيرفع الضغط، حينشط التروية الدموية للشعيرات الدموية الدقيقة خصوصا في الدماغ وفي الرئتين. يعني لبان الذكر جيد كمان للبيول كويس في الأمعاء، هذا هو غذاء البيول كويس اللي حكينا عنه واللي هو له دور فعال قوي جدا في هذه تخفيف هذه الأعراض. غير لبان الذكر في عنا اللايم، الليمون الأخضر المجفف بيكون بني أو أصفر، فيتامين سي، مضادات الأكسدة، مضادات الالتهاب كلها موجودة فيه، وهذا بسرع عملية الهضم وبسرع عملية امتصاص المواد الثانية اللي ممكن أخلطها معه. عندنا عرق السوس، عرق السوس أنا كل اللي بعرفه عن عرق السوس إنه بيرفع الضغط. طب ما إحنا في حالات زي ما شفنا بدنا ارتفاع للضغط وبدنا شوية كورتيزون عشان ما يصير في عنا ضيق نفس وعشان نقدر نكافح الالتهابات ونقدر نوسع الشعب الهوائية وناخد أكسجين ونشيل هالتقرحات الداخلية بشكل قوي ونخفف تقرحات المعدة ونخفف البواسير، نعرك السوس ونعالج تقرحات الجهاز الفم واللثة،
عرق السوس مواد قوية جدا مضادة للالتهابات، مواد كورتيزونية تخفيف الألام بشكل حاد. أنا إذا بظل على موضوع رفعة الضغط، وإذا واحد بتضايق من رفعة الضغط ومش بيحتاج لرفعة ضغط في فترة المساء عشان ينام كويس، في هاي الحالة ممكن يستخدم المواد هذه بشغلات تانية زي المضمضة والغرغرة والتبخيرة، مش هتعطي فعالية قوية في رفعة الضغط للمواد هذه اللي بنفكر إنها ممكن ترفع الضغط. بس هذه المواد سواء عرق السوس ما بيرفع السكر، بالعكس وبيساعد على تخفيف حدة السكر في الدم والكوليسترول. عرق السوس رغم إنه طعمه في حلاوة، الليمون واللايم ما بيرفع السكر وبيوطي الضغط، لبان الذكر ما بيرفع السكر، بخفف السكر وبخفف الضغط كمان. شو كمان؟ فهاي مثلا بنعمل منها، كيف بدنا نستخدمها هاي المواد ومواد اخرى. بناخذ كميه من عرق السوس ملعقتين، بس جيبوه كامل بالعيدان تاعونه، اغسلوه وحطوه في الطحانة، وانتو طحنوا دائما في البيت. انكم تشتروا مطحون من برا هذا بيفقد الفعالية اكتر من 50-60%، وبتاخذوا شيء مطحون ما بتعرفوا الجودة تاعته، بتجيبوا انتو وبتطحنوا عندكم في البيت، بتحافظوا على جودته. هاي عرق السوس بنجيب مثلا كمية بسيطة، بنجيب نفس الكمية بناخذ لنا حبة ليمون، بنجيب ملعقتين ثلاثة من لبان الذكر هذا او سمغ القندر، بنعملهن هدول مطحون وبنضيف لإلهن حسب المذاق وحسب شو انتو بدكم تضيفوا. بدكم تضيفوا مع طحنته السمسم، انا ضفت سمسم كمان، بيكون كويس. بدكم تضيفوا الهيل اللي بنستخدمه في مع القهوة، نفس المواد ومواد مضادة للأكسدة وفيها كورتيزون، بتخفف الآلام، بتساعد في التنفس. بتضيفوا ملعقتين من الهيل او 10 حبات هيل. بدنا نضيف الكرنفل، نفس الفعالية، والكرنفل عارفينه كديش بخفف الآلام والتقرحات إذا حطناه على آلام الأسنان أو آلام الحنجرة، أو كديش بيساعد على التنفس. الزنجبيل نفس القاعدة، الزنجبيل ممكن نضيفه لها الخلطة هذه ونطحن زنجبيل فريش يعني عنا في البيت، مع إضافة أي خلطة بدكم إياها من هالمواد هذه اللي حكناها. ماشي بكفي هيك، وتخلطوا مع الخلطات هذه دايما أعشاب يعني غير هاي المواد. ممكن أنا أحط الزعتر أو الأوريغانو بصيغته البرية، الزعتر كويس كتير إذا بنحطه جاف، قتل البكتيريا الفيروسات، بفتح الشعب الهوائية، بنظم موضوع التنفس بشكل كبير. ممكن نضيف غير الزعتر اليانسون للبحث الصوت، للمشاكل التنفسية بيساعد كتير، يعني نحط لنا ملعقتين ثلاثة من اليانسون. الخيارات واسعة. طيب عملت حطيناها، طحنت لي 5-6 شغلات هذه تتجانس مع بعضها بالفعالية اللي حكيناها، وخلطتهم مع بعض ساعتها وطحنتهم، وبطلع عندي هيك مطحون من هالأعشاب مع البذور اللي طلعتها فريش، فيها المواد الفعالة اللي لساتها موجودة. كيف بدي استخدمها هلأ؟ وانت كيف بدي استخدمها؟ يا إما باخذ لي مياه ساخنة بحط عليها ملعقة من هذا العشبة، بحطها في داخل الكاسة وبحركها، بغطيها شوي 5 دقائق، ممكن انقعها للصبح والصبح اشربها، او اشربها مباشرة وهي فاترة واحط عليها شوية ليمون. هذه طريقة اي طحن بدي اياها، لبان ذكر، الليمون مع عرق السوس، تضيف عليهم السمسم، اي شيء بدي اياه، بدي اجيب اضيف اعشاب تانية بضيف. هاي اول طريقة. اللي خايف من اعراض جانبية وارتفاع ضغط واي شيء ممكن هو يتخوف منه، في هاي الحالة هذه المياه انا بتمضمض فيها وبتغرغر فيها بدون ما اشربها، فقط خليها تعطي تأثير موضعي فقط
لمنطقة الدماغ، تحفيز، تنشيط للذاكرة، بتشيل الاحتقانات في الجيوب الأنفية مباشرة عن طريق المضمضة والغرغرة، بتفتح الزور وبتشيل البحة. فبتمضمض وتغرغر فيها مرتين لثلاثة في اليوم، كل مرة بتمضمض 5 دقائق وانا مسكر ثمي وظلني احرك، وبعدين ببسك اللي في ثمي في محرمي وبرمي. هاي مضمضة وغرغرة. غير المضمضة والغرغرة وبديش اشربه، ممكن اعمل منه غسول، هيعمل على تفتيح هذا المحلول الجيوب الانفية بشكل سريع، يعني زي قطرات للانف. هذا بيعمل عملية انقباضات، تفتح للجيوب الأنفية بشكل سريع، تخفيف حدة الإفرازات سواء الأغشية المخاطية. حكينا أنه هذا كورتيزول، كورتيزول يعني بيوقف الإفرازات، بيوقف البلغم، ولما يكون في عندنا احتقانات معناته في زيادة في الإفرازات. فهذا إذا غسلت فيه الجيوب الأنفية وصرت أستنشق ونظف مرة مرتين، بفتح الجيوب الأنفية بشكل مباشر. بعد ما أستخدمه في الغسول لازم أغسل الجيوب الأنفية واستنشق مياه فاترة اللي أغسل المادة هذه، لأنه بصير جفاف بعد الاستخدام لبان الذكر وعرق السوس. طيب غير هيك شو ممكن أسوي في المحلول؟ أي جروح خارجية، أي تقرحات خارجية، آلام لمفصل الركبة، آلام عضلية، آلام بين الأصابع في إجرية، تقرحات القدم السكرية، وبدي استخدمه داخل خارجي، فقط باخذ كمية منه. هاي في عنا المحلول اللي من الأسفل، هذا ممكن أوضعه على مكان الإصابة. مثلا عندي آلام شديدة في مفصل الركبة، بحطه على باندج طبي وبلسكه على فترة. هاي المعجون اللي هي الخليط اللي بيكون تحت، باخده وبلسكه على لفترة الليل على الألم هذا، واصحوا الصبح وشوفوا شو بصير في الألم. ممكن استخدم المياه هذه في عمل زي مع قطن كمادات للمناطق المؤلمة، احطها مثلا كمادات مياه فاترة او كمادات مياه باردة، احطها على الفوطة واحطها على ايدي مدة 10 دقائق ربع ساعة، يخفف الألم. اذا عندي مثلا صدفية وعندي احتكاك في حكي في الجلد او اكزيما او اي امراض جلدية وبدي اقشر الجلد ونشط بناء الكولاجين فيه واخفف هالالتهابات واشيل هالفطريات العالقة ونشط البويل كويس اللي موجود في الجلد اللي يحفز كلها، باخذ من هذه المياه وبمسح فيها المناطق الوجه، مثلا فروة الراس، ممكن اعمل ماسك للراس لفروة الراس للتقرحات هذه والالتهابات اللي موجودة، ممكن احط كمادات مياه ساخنة على ركبتي، امسحه على المنطقة التنفسية مثلا كمياه اللي اخفف من، واحط كمادات فاترة على المنطقة التنفسية اخفف من ضيق النفس، اخفف من البلغم، احطه على المنطقة الباطنية وامسح فيه، هذا بخفف لي وجع البطن. فاستخدامات مختلفة. طيب هلا استخدامات تانية، انا نفس المسحوق هذا بوضع اي زيت بدي اياه، زيت جوز الهند، زيت عباد الشمس، انا بحب احط زيت الزيتون الاصلي البكر واخلطه مع هالمسحوق هذا، يعني بحط لي ملعقتين من هالمسحوق هذا، بضيف عليه ملعقتين من زيت الزيتون، بحطه على النار، بسخن 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 شوية لدرجة حرارة 50-60 درجة فاترة، وباخذ منها الزيوت وبدهن أي منطقة مؤلمة عندي منيح لمشاكل مفاصل، بخفف من ألام الروماتيزم، تشنجات العضلات اللي موجود سواء في عضلات الكتف أو في عضلات السماني، أي ألام وتشنجات عضلية هذا الزيت ممكن حيساعد كتير بشكل مباشر، حيخفف الألام. في عندي قدم سكري والجروح مش راضي تلتئم، انا بدهن 3-4 مرات من هالزيوت هذه. في عندي تبقعات على الجلد وحروق سابقه ولسه في ندوبات على الجلد، انا بعمل بهالزيوت هذه. هذه غير استخدام اللي هي هذه الزيوت اللي عصرناها مع العرق السوس لبان الذكر وخلطناهم كله مع بعض، وطلع انه لما ركد الزيت
الزيوت هذه اللي تحت هذه ممكن أدهن فيها كمان أو أستخدمها لعمل اللصقات الطبية، والزيوت اللي فوق بستخدمها في المساج. هذا نفس الزيت كمان إذا بحكي أنا عن البحة وتمارين للحبال الصوتية، إذا بدي أخذ ملعقتين ثلاثة منه في الفترة المسائية أفضل، واللي بده في الفترة الصباحية ملعقتين وحطهم في فمي وأعمل عملية المضمضة فقط 5 دقائق لعشر دقائق. هذه العشر دقائق أنا حاطط الزيوت هذه اللي هي كلها مضادة للالتهاب، بتعمل عملية إعادة تنظيم للغدة الدرقية كمان. هذه الإجراءات كلها جيدة سواء لخمول أو تهيجات في عمل الغدة الدرقية أو تضخمات في الغدة الدرقية اللي هي بتأثر بشكل مباشر طبعا على نوعية الصوت، سواء إذا كان في تضخم بيكون الصوت قوي رجالي، وإذا كان في عنا خمول بيكون الصوت ناعم وصوت نسائي أكثر مش جهور زي اللي عندهم تضخمات في الغدة الدرقية. فهذه الزيوت، عملية المضمضة هذه طريقة كويسة لديتوكس لجسمنا كله، تفتيح للجيوب الأنفية، تمرين للعضلات، عضلات الفك والعضلات اللي في الحلق اللي هي العضلات الرئيسية المغذية من الأعصاب القحفية، العصب العاشر، العصب التاسع، والعصب الثالث، والعصب السابع. كل هاي الأعصاب أعصاب جار سمبثاوية، يعني جار ودية من الجهاز العصبي، هي اللي بتتحكم في الاسترخاء. فإن أنا لما أعمل مضمضة أنا بحرك الأعصاب وبنشطها، يعني بحرك العصب السابع والعصب التاسع والعصب العاشر، وبنشط الأعصاب المسؤولة عن حركة اللسان وعن التذوق ومشاكل الشم. هذه كلها مع هالمضمضة الصباحية والمسائية، هاي بتخفف لنا بشكل كبير من صعوبة وضيق النفس والبلغم الزائد فترة الليل وهذه الإشكالية. طبعا من الاستخدام الثاني والمعروف طبعا للبان الذكر انتو بس تعرفوا اللي هي التبخيري. التبخيري يعني البخور اللي بنستخدمه في البيت، هذا بنحط فحمة وبنرش عليه شوية بخور. طب ما هو لبان الذكر ومنتجات الصموغ العربية هذه جزء رئيسي في التبخيري، يعني هذا المسحوق اللي عملته هذا هو تبخيري طبيعي، بحطه على الفحمة وبخليه يطلع هالزيوت العطرية اللي موجودة بعرق السوس، اللي موجودة بلبان الذكر، اللي موجودة في الليمون، اللي موجودة في الزعتر. وهاي الزيوت العطرية بتنتشر في البيت أو في غرف النوم اللي تقدر تعمل عملية تفتيح قتل للبكتيريا، عمل نشر زيوت عطرية بتعطي للاسترخاء، بتعطي للتركيز، تنشيط للجهاز التنفسي بشكل ذاتي، لأن عقمنا البيت وبخرناه في بخور لبان الذكر وعرق السوس وهاي الأعشاب اللي طحناها مع بعض. يعني هذه كلها بتطلع زيوت عطرية، فمع الحرق بتطلع هالروائح الذكية هذه اللي هي كمان بتطرد الشياطين. الشياطين القصد منها شياطين البكتيريا والفيروسات، هذه الشياطين اللي بتقتلها الروائح هذه الكويسة إن نخليها في البيوت. ممكن تغلوها مثلا هذا المغلي وينعمل منه سبري للتعقيم، ينحط في المياه وينغلى 5 دقائق ومنه ينعمل السبري لتعقيم المخدات، لتعقيم الأواني، لتعقيم الإيدين، أكبر وأحسن معقم. إذن حكينا اللي عندهم مشاكل تنفسية وبلغم ممكن يستخدموها، ممكن كمان بشكل على شكل التبخير نستخدمها للي بده ينظف الجهاز التنفسي والشعب الهوائية. هذه المياه إذا حطناها وهذا المسحوق في المياه الساخنة بيطلع البخار، البخار بنستنشقه وبيدخل على الرئتين
لأنه والبخار جيد كبخار إن نستنشقه إذا في عنا بلغم أو في عنا مشاكل تنفسية. مع البخار اللي هيدخل على وغطي الرئتين بندخل هاي المواد الكورتيزونية اللي حكينا، حتوسع من الشعب الهوائية وحتخفف الإفرازات من اللعاب أو البلغم. في هاي الحالة أنا بحط كمية على مياه بتغلي على النار وبحط بشكير وبعمل لي 10-15 مرة دقيقتين ثلاثة إني أخذ هالشهيق عميق ودخله الجهاز التنفسي وطلع زفير ونظف عن طريق الأنف الجهاز التنفسي بتبخيرة هذه الأعشاب. الوصفة الأخيرة اللي هي أسهل للإحبال الصوتية اللي اشتغلنا عليها من الصبح، اللي هي العسل الأسود. عسل كويس، مصدر كويس، يكون أصلي وينضاف عليه 5-6 معالق، مثلا نص المرتبان هاد ضيفوا عليه 5-6 معالق من هالمطحون هاد، نفس المطحون، أريكسوس، لبان ذكر، زنجبيل، سمسم، النعنع، الزعتر، البابونج، القرنفل، الهيل، كل هذه المواد مسموح تستخدموها. الحب السوداء ممكن تضيفه كمان، كويس كثير للجهاز التنفسي وتنشيط الجهاز التنفسي. وبتخلطه بمقدار النص من هالأعشاب مع العسل، ولسهولة الاستخدام بناخد ملعقة صغيرة في الفترة بعد الظهر، ملعقة الفترة المسائية. دائما بعد ما ناكل هذه الشغلات أو العسل لازم نشرب النكاسة مية مباشرة، ما ناخدها قبل الأكل. هاي الأمور مش بعد الأكل، يعني على أساس امتصاص حيكون كويس نتجنب ناخدها في الفترة الصباحية، لأنه الفترة الصباحية أوريدي بيكون الضغط مرتفع عنا والكورتيزول مرتفع. فإذا بدنا نستخدمها وبدون أي مضاعفات بالنسبة لارتفاع الضغط والكورتيزول استخدموها في الفترة المسائية. هاي الوصفات كلها هذا حيساعدكم كتير كتير في تقوية وتخفيف الالتهابات في الجهاز التنفسي، الغازات، حمض المعدة خصوصا لبان الذكر. إذا بتاخدوا ملعقة منه أو بتاخدوا مباشرة أو بتشربوا مشروب حينزل حمض المعدة بشكل سريع، لأنه باختصار بيرفع الكورتيزول. إذا ارتفع الكورتيزول إذا الجهاز العصبي الودي بيستريح وبيبطل يشتغل، إذا فيش إفرازات. في هالحالة أنا بتحكم وإنت بدي أفرز وإنت ما بدي أفرز، سواء أحماض المعدة أو الإفرازات البلغم أو اللعاب، لأنه إذا ما في حالة من الجهاز السمبثاوي مرتفعة وفيش كورتيزول اذا بدها تزيد الافرازات وزيد ضيق النفس. فاحنا مصلحتنا ان نرفع الكورتيزول بطرق طبيعيه بسيطه. ان شاء الله اجبنا على الكثير من الاسئله، واي اسئله ثانيه تفضلوا حطوها في الكومنت وبنرد نرجع لها باجابات دقيقه. بس اهم شيء في الموضوع اذا فهمنا تركيبه الجهاز العصبي وعرفنا الفرق بين الجهاز السمبثاوي والجار سمبثاوي او الودي والجار ودي، وشو الجهاز الودي قاعد بيعمل في الجسم وشو التغيرات اللي بيعملها، وشو الجهاز الجار ودي قاعد بيسوي كحالة استرخاء لعمل الجهاز الودي. في هاي الحالة احنا بنقدر نتحكم في كتير من الاعراض اللي عنا، وبنقدر نفهمها مظبوط. وبدنا نرفع بنرفع، بدنا ننزل بننزل، بس نفهم هذه القاعدة البسيطة من الجهاز العصبي اللي هي فهمها يعني فهم الأساس لكل الأمراض، سواء ارتفاع الضغط، نزول الضغط، ارتفاع الكوليسترول، نزول الكوليسترول، كل هذه الأمور نفهمها. بس نفهم الجهاز العصبي بالأول، والحلول هايتكم شايفين كلها بسيطة، بس اللي هي مجرد نعرف الفوائد تاعونها وكيف نخلطها وكيف نستخدمها بشكل آمن اللي تعطي نتيجة كويسة.
شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود السوس علاج طبيعي.